وحشتوني 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 من هنا لسنين كتير قدام. بجد ربنا يديمكم نعمة في حياتي وما نحرمش منكم أبدا يا رب، ونتقابل على خير ونتجمع دايما في الخير والفرح دايما إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وربنا يجعل أيامكم كلها سعادة وخير وبركة وأفراح ورضا من ربنا بإذن الله. فعلا وحشتوني. الفترة اللي فاتت دي كلها اللي احنا كنا اجازة فيها في العيد ده اول يوم شغل لينا، مش هقول لكم ان احنا او هتكلم عن نفسي، انا مش هتكلم عن حد، انا هتكلم عن نفسي. انا من النوع اللي بحب شغلي قوي، حتة ان انا ايه ما اقعدش اقول ايه ده بجد احنا واخدين اجازة وهنقعد في البيت، ما اعرفش انا ما بحبش كده. انا كبيري قوي يعني يومين اجازة يبقى انا كده كتر خيري قوي ان انا قعدت في البيت يومين اجازة، وهتلاقوني بفرك بلف حوالين نفسي كده. لا انا بحب النزول وبحب شغلي وبحب الناس وبحب ان انا اجتماعيه زياده عن اللزوم. فحته ان انا اتوحد في البيت ديت اسبوع بالنسبه لي كتير. تمام. لما بيقولوا ايه الاجازه مطوله وايه ده هو احنا ما حسيناش بالعيد، ايه ده هي الاجازه لحقت خلصت، لا انا مش مع الناس دي خالص. لا اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان في شغل بينزله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان في ناس بننزل نتقابل معاها، اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان في باب رزق مفتوح لينا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان احنا اصلا سبب في فتح رزق باب رزق لناس تانية كتير. فدي كلها حاجات بنحمد ربنا وبنشكر فضله عليها. احنا في بحر من النعم مش حاسين بيه، احنا في بحر من النعم مش حاسين بيه. فحته الناس اللي بتبقى البوستات بتاعتها سلبيه زياده عن اللزوم، هو العيد فين؟ احنا ما حسيناش بعيد، انتوا اللي بتحسوا بالعيد، انتوا اللي بايديكم انتوا تحسوا بالعيد. تمام. العيد موجود، العيد موجود ادام في اجازه وفي مناسبه رسميه وفي مناسبه ده ربنا هو اللي عاملها، فده العيد موجود. حته ان انت تبقى قاعد مش حاسس بالعيد فده يرجع لك انت، يرجع لك انت. فخلي حته ان انت مش حاسس بالعيد دي جواك انت، ما تنصرهاش للناس. ممكن تبقى ناس مبسوطه وناس راضيه باللي هي فيه، واول ما انت ما تنزل اول بوست مثلا هو فين العيد ده واحنا حاسين بالعيد، احنا مش حاسين بالعيد، تلاقي الناس كلها حتى لو هم كانوا راضيين باللي هم فيه ومبسوطين، اه والله عنده حق، اه والله عندها حق، هو فين العيد ده، وده احنا من الاوضه للصاله لهنا. احمدي ربنا ان في اوضه وصاله بتمشي فيهم، احمدي ربنا ان في رجلين وفي صحه بتمشي عليها، احمدي ربنا ان انت تقومي من مكانك محدش بيسندك، احمدي ربنا ان جه عليك العيد وبيتك مستور، حد كل ولادك حواليك وحبايبك وولادك وعيلتك كلها حواليك، محدش في المستشفى، ما قضيتيش العيد في المستشفى. فبالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، رساله من اختكم، مش هقول لكم بقى نونا الشيف والكلام ده كله، لا رساله من اختكم، لما يكون في حاجه في بيوتكم احمدوا ربنا دايما عليها وتبقوا راضيين. يعني احمدوا وانتوا راضيين، مش كلمه بتتقال من على البق خلاص، مش تيجي واحده مثلا جارتك تقول لك ايه عامله ايه، والله اهو الحمد لله، كلمة والله اهو الحمد لله دي وانت مش راضية وراضية بثقة، ربنا هيجازيكي عليها، هيجازيكي. لكن لما تقولي الله الحمد لله نعمة وفضل من ربنا، الحمد لله ان بيتنا جه علينا العيد واحنا ملمومين كويسين، جه علينا العيد واحنا كلنا بخير ما فيش حد فينا عيان، جه علينا العيد واحنا مش فاقدين حد. فاحمدوا ربنا دايما على النعمة اللي احنا فيها. الناس اللي تقول ايه يعني هننزل الشغل ما هنقابل اشكال ما اعرفش ايه، يعني هو اول ما ننزل يوم اليوم العيد الصبح او اول يوم رجوع الشغل يا نهار ابيض على وشك، ليه 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 اللي احنا فيه دوت، وان احنا بننزل شغلنا في ناس مش لاقيين، في ناس قاعده في البيت يعني بتتنشق على شغل، في ناس مرميه على القهاوي بتتنشق على شغل، فليه؟ فخلي دايما حته التفاؤل ديت، خلي ده التفاؤل بالخير تجدوه. اه انا رايح الشغل النهارده ونازل وهقابل ناس وان شاء الله يومي هيبقى كويس. انا قلت لنفسي كده الصبح اول ما صحيت، اول ما فتحت عيني، انا عاده عندي اول ما بفتح عيني الصبح اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان انا فتحت عيني، ما هو انا لازم احمد ربنا ان انا صحيت من النوم، ما في ناس بتنام ما بتقومش، اول ما قبل ما بقوم من على سريري حتى اللهم لك الحمد والشكر يا رب على ان انا بس صحيت، ده بحمد ربنا عليه. وانا نازله ان شاء الله باذن الله النهارده اللي هيبقى اليوم كويس، هشوف الناس اللي وحشاني وهبدا ان انا اعمل حلقه كويسه، واليوم ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمني فيه اخر كرم. ما انا ادام احسنت الظن بيه هو مش هيكسفني، ما هو يكبر بخاطري وهيديني على قد نيتي اللي انا احسنت الظن بيه فيها. فدايما دايما خلوا فيه تفاؤل، دايما دايما ما تقوليش الصبح يا نهار ابيض هصحى بقى وهنرجع للمطبخ وهنرجع للشغل وهنرجع للعيال ودوشتهم، دوشه العيال في البيت نعمه. ان هم يتحركوا ويروحوا ويجوا قدامك نعمه، ان انت تخش المطبخ تلاقي فيه اكل تعمليه لاولادك ده نعمه. فاحمدوا ربنا على النعم اللي موجوده، احمدوا ربنا ان انتوا بتقوموا الصبح ما فيكوش اي حاجه،
ربنا يا رب يرضيكوا دايما ويرضيكوا. احمدوا ربنا بنيه صافيه، احمدوا ربنا برضا، برضا اهم حاجه الرضا. ربنا يا رب يكرمكم الصحه والسعاده ويعيد سعيد عليكم، وكل يوم بيعدي علينا واحنا كويسين وواقفين على رجلينا ومحدش فينا تعبان ومحدش من اهالينا يتوجع قلبنا عليه، ده رضا وده عيد. ربنا يا رب يحلي ايامكم كلها، وربنا يا رب يجعل ايامكم كلها عيد في وسط حبايبكم والناس اللي بتحبوهم ان شاء الله باذن الله. طيب نرجع لمطبخنا، نرجع لشغل اللي بحبه، ونرجع لوصفاتنا، وهنبدا النهارده حلقتنا بوصفات امهاتنا اللي هو ايه، زهقنا بقى من اللحمه والطبيخ والكلام ده كله. انا عايزه اكل طبيخ، عايز مش عايزه اكل رقاق، وعايزه اكل فته، وعايزه اكل الكلام، عايزه اكل طبيخ، عايزه اغمس كده، عايزه حبه رز كده احط عليهم حبه خضار، طشه كده اشم ريحتها في البيت، حته بتنجانيه مخلله كده اكل جنبها رغيفين ثلاثه من غير اي حاجه. فده اللي احنا هنعمله النهارده في مطبخنا. هنعمل ايه اكل امهاتنا؟ هعمل حبه رز بشعريه بالمستكه، وهعمل حبه لوبيا اللي هي ام عين سودا انا بعشقها جدا، وهنعمل بتنجان مخلل، وهنعمل حبه ملوخيه، ومش هنعمل لحمه، احنا طالعين من اللحمه وزهقانين. طيب هنعمل على ايه؟ هنعمل قرديحي؟ لا مش هنعمل قرديحي، هنعمل على ماسوره. جبت ماسوره من عند الجزار، غليتها بالشكل ده كده، طلعت منها شوربه حلوه. نجيب كده الكبشه بتاعتنا عشان نشوف الشوربه. طماطم وجزر ورق لورا وحبهان وملح وفلفل اسود اهي، هي ماسوره اهي، حته صغيره من عند الجزار، غليتها بالشكل ده كده. وهاخد الشوربه بتاعتها هنعمل عليها الملوخيه، وممكن اخد منها جزء اسقي بيه الرز نص ونص، وهاخد منها طبعا اعمل بيها اللوبيا، حاجه كده ما شاء الله عليها، تطلع ريحه وتطعيمه ما شاء الله. وان شاء الله باذن الله طول ما انتم شغالين اذكروا الله وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، هيرضيكم ويرضيكم دايما ويطلع الحاجه من تحت ايديكم زي السكر زيكم كده. طيب وقبل ما نبدا في اي حاجه، عايز افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. صباح الفل يا حمدي، بدايه اسبوع بالنسبه لي حلوه جدا بجد، دايما منورنا كده ودايما معانا. صباح الفل يا شباب، عودا حميدا، يومكم حلو ان شاء الله باذن الله، تفائلوا واضحكوا وابتسموا، يوم هيبقى حلو ان شاء الله باذن الله. انت تسكتي خالص. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونسمي بالله ونبدا حلقتنا. هنبدا بايه؟ الماسوره بتاعتنا غسلناها كويس تمام وزي الفل، وحطيناها في الحله الحلوه بتاعتنا دي، وحطينا معاها ميه مغليه ولورا وهو حبهان وشوية ملح، وحطيت فلفل اسود بسيط وطماطم وجزر، وسايباها تغلي على النار زي ما حضراتكم شايفين كده عشان هستخدمها في وصفاتنا كلها. هرجع اغطي عليها كده تاني ونعمل حبة الرز. حبة الرز مفيش اسهل منهم، انا بسخن حلة على النار وعندي لا 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 وعندي سمنة، ولو مش عندك سمنة وعندك زبدة هنعمل زبدة وزيت. مستخدمة النهاردة مكعبين مرقة، ممكن ما استخدمهمش عشان هاخد حبة من المواسير، وعندي فصوص مستكة والشعرية متحمرة وآدي الرز، أسهل منه مفيش. هبدأ إن أنا أحط حبة الزيت كده عشان يطلعوا لي الرز مفلفل كده وفيه لمعة حلوة، هحط حبة السمنة بالشكل ده، وهبدأ إن أنا طبعا هو المفروض ان احنا نحط الشعريه ونبدا ان احنا نحمرها وننزل عليها بالرز. طبعا عشان وقت حضراتكم السمين انا مش عايزه ان انا اخد وقت كتير في تحمير الشعريه، فكتر خير المطبخ ان هو مدخلها متحمره. اديني رغيف بقى. فهنبدا ان احنا ننزل بيها كده، وعندنا الرز بتاعنا لما بيكون اكياس انا ما بغسلوش، لما بيكون اكياس نسيت مش تفكروني. طيب الحمد لله نعمل كده، لا مش المرقه المستكه، بصوا انا جيت في الجنب كده اهو، رحت منزله بصوص المستكه يا دوب بس ان هي تسيح عشان اخد التطعيمه بتاعتها، ساحت معايا على طول اهي، طلعت الروائح الحلوه بتاعتها، وهبدا ان انا اكمل التقليب بتاع الشعريه. هنزل بالرز، دول قد ايه رغده؟ 5 8. ادي الرز، شويه الملح، عايزه تحطي مكعبات مرقه ماشي، بس يا دوب يعني بلاش مكعبين، حط مكعب واحد عشان لون الرز ما يغيرش. انا النهارده هستخدم الشوربه بتاعه الماسوره، ممكن اخد منها كوبايه واحده بس. في ناس بتاخد الشوربه لو عامله شوربه لحمه، عامله شوربه فراخ بيسقوا بيها الرز، انا بصراحه ما بحبش ان المقدار او العقد كله بتاع الرز يبقى من الشوربه. ليه؟ علشان لو برد شويه كده بحس ان هو بيجرمز، بحس ان هو ما بقاش طعمته حلوه،
فحتى لو انا عايزه اسقي بشوربه من عندي باخد كوبايه واحده بس من معيار الرز بتاعي. يعني مثلا انا النهارده عندي 5 رز، المفروض هحط عليهم 6.5 ميه، يبقى انا هاخد ال 5.5 ميه عادي وهاخد الكوبايه السادسه من الشوربه، يا دوب بس ان هو يدي ايه؟ يدي حياء حلو كده، يدي تطعيمه كويس. بالشكل ده كده حطيت الملح، حمرت الرز كده لف مع الشعريه المتحمره. يلا بينا عينيا الاثنين. رغده بتقول لي دلوقتي لو سقينا بالشوربه كلها مش هيبقى طعمه حلو، ده اللي انا لسه قايلاه يا رغده، ان احنا لو سقينا بالشوربه كلها شويه كده، لو احنا مثلا كلنا واتغدينا، لو جينا بعد شويه عشان ناخد مثلا حبه رز عشان نحط مثلا عليهم لوبيا، هلاقي الرز مجرمز عشان الشوربه بتاعت الفراخ او اللحمه او المواسير اللي احنا عاملينها دسمه زياده عن اللزوم، فنسبه الدهون اللي فيها بتبقى عاليه. فلما اخد بس كوبايه واحده ادي بس بيها تطعيمه والباقي يبقى ميه، يبقى انا كده ايه خدت تطعيمه معتدله، لكن غير ما اخد المعيار كله يبقى مش شرب. بصوا ادي الكوبايه اهي اللي هناخدها، دي الكوبايه اللي عايرنا بيها الرز، هاخد كوبايه واحده شوربه اهي يا حمدي، بص كده ادي الشوربه بتاعتنا، هروح حطاها كده بسم الله. ادي اول كوبايه، المفروض المعيار بتاعنا 6.5، حطينا اول كوبايه وهبدا ان انا احط 5.5 من الميه عشان يديني النتيجه الحلوه اللي انا عايزاها. هنعد الرز ونعايره وهطلع فاصل، ونرجع من الفاصل عندنا لوبيا وعندنا ملوخيه وعندنا بتنجان مخلل، اكل امهاتنا النهارده هو ملك الحلقه. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. رجعنا من الفاصل والرز بتاعنا يعتبر اتشرب، تعالوا كده نقلبه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا المنظر شايفين شكله عامل ازاي. ادام بدا ان هو يتشرب كده، ثانيه اروح اقلب بشوكه بالشكل ده كده عشان يطلع مفلفل كده والرزايه مخصمخته. نرجع انا موطيه عليه النار، ارجع بعد كده اغطي واسيبه وهدي عليه النار خالص. طيب هنيجي بقى دلوقتي نعمل اللوبيا. انا بالنسبه لي اللوبيا مش حته ان انا اروح اعمل تخديعه صلصه واروح حاطه فيها اللوبيا المسلوقه او الفاصوليا المسلوقه او ايا كان الخضار اللي هعمله، لا انا بالنسبه لي بطعم الحاجه قبل ما احطها في الصلصه. حته تطعيمه الحاجه دي زي ما بيقولوا كده ايه، اهم من الشغل ظبط الشغل. فانا بحب اطعم اللوبيا قبل ما بتتحط، ليه؟ التطعيمه بتاعتها اللي انا بطعمها لها دي بتنقل تطعيمه اللوبيا او بتنقل اللوبيا في حته ثانيه خالص. هي الصلصه مقادير اللوبيا بتاعتنا العاديه، صلصه متسبكه، عندي بصل، عندي سمنه، شويه مكعبين، عندي مكعبين مرقه وممكن استغنى عنهم، انا ممكن اخد اصلا مكعبين المرقه دول، مكعبين المرقه دول احطهم هنا كده. انا كده بعلي الطعم بتاع الشوربه بتاعتي اكتر، او بعلي التست بتاع المرقه اللي انا هشتغل بيها. طيب لوبيا مسلوقه، لوبيا اللي هي ام عين سودا ديت، طيب بمسكها انقيها كويس قوي عشان لو فيها قشه او فيها حاجه، وبمشيها تحت الميه كذا مره كده اهوت، وابدا ان انا اعملها في ايديا كده عشان لو فيها تراب او فيها اي حاجه، وافضل اشطفها واصفيها كذا مره لحد ما الاقي الميه بتاعتها رايقه خالص، ما فيهاش ولا قش ولا تراب ولا الكلام ده كله. اخدها بعد كده اروح حاطه ميه مغليه على النار تغلي من غير اي حاجه خالص، ولا بحط ملح ولا اي حاجه، ممكن اللي احطه في الميه بتاعت السلق نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره كمون. طيب ارجع بعد كده اروح حاطه اللوبيا تبدا تتسلق، واروح دايسه عليها كده وتشوف التسويه بتاعتها، ثلاث ارباع سلقه، مسلوقهاش سلقه كامله. ليه مسلوقهاش سلقه كامله؟ علشان هي لسه هتتحط في الصلصه وهتاخد غلوتين ثلاثه، وارجع بعد كده كل ما اجي اسخنها للولاد او كل ما اجي اغرف لهم منها هسخنها تاني، فانا مش عايزاها يعني تيجي لاخر حبه الاقيها بقت عجين، لا انا عايزاها تبقى واضحه زي ما هي كده ومصحصحه. طيب سلقنا اللوبيا تمام وزي الفل، برجع بعد كده اصفيها واديها شطفه كده واركنها على جنب عشان تهدى من السخونيه بتاعتها. بتبلها بايه؟ باخد اللوبيا الاول المسلوقه اهي، بتبلها بايه؟ بحبه كمون، فلفل حامي، ومعلقه من الثوم، وشويه من الملح،
طبعا التمليحة ديت مش اللي هي التمليحة الكاملة بتاعتنا، وشوية من الفلفل الأسود. ده كده التطعيمة بتاعت اللوبيا نفسها، أو التحديقة أو الحياء بتاع اللوبيا نفسه. ويا سلام بقى لو الفلفل الأحمر بيدي تطعيمة وتست أعلى كمان. وانتوا بتشموا كده أصلا اللوبيا وهي بنقلبها، ريحة الكمون مع الفلفل مع الثوم بتخليكي أصلا عايزة تجيب رغيف عيش وتاكليها، أو تاكليها بالمعلقة كده، ريحتها بتبقى تحفة في منتهى الجمال. قلبنا كده وتمام وزي الفل كده، تبلناها وطعمناها حلو قوي. طيب هتتركن على جنب وارجع بعد كده ابدا اعمل التخديعه. التخديعه بطريقه امهاتنا، او التخديعه اللي هي بلغه امهاتنا. يعني ايه تخديعه؟ يعني الصلصه بتاعت الصنف اللي احنا بنعمله. عندي حبه سمنه هحطهم كده في الحله، بالشكل ده. الحله طبعا عندي سخنه فهتبدا ان هي تقوم معايا على طول. عندي بصل، مش عايزاها ان هي تتحمر، لا انا عايزاها يا دوب تدبل معايا كده. وهتدبل بايه؟ برشه من الملح ورشه بالفلفل الاسود. عينينا كده تمام. حطينا الملح كده مع الفلفل الاسود على البصلايه. عايزه احط ايه تاني؟ انا معايا في المقادير بتاعتي ايه؟ عندي فلفل حامي، ممكن ما تحطيش دوت علشان احنا حاطين اصلا هنا، فلو ما بتحبهاش سبايسي قوي فانا ممكن استغنى خالص عن ده. كفايه اللي انا حطيته في اللوبيا، كده كده كله هينزل. طيب عندي معلقه من السكر علشان الصلصه والحموضه بتاعها، عندي لورا بودر وحبهان بودر وملح وفلفل اسود. عندي كده التخديعه العاديه بتاعتنا خالص اهي. مش عايزاها تتحمر، انا عايزاها يا دوب تدبل معايا. ارجع انزل بالصلصه، طبعا لو حطها في الصلصه في الفريزر او انت مسبكاها او شايلاها مفرزاها هيبقى حلو قوي. يا دوب هتاخدي الكيس تفتحيه على البصلايه خلاص الموضوع انتهى بالشكل ده كده. ابدا احيق بقى الصلصه، لورا بودر وحبهان بودر بالشكل ده كده، حبه من السكر، واروح واخده ايه يا حمدي؟ واخده هنا من المرقه بتاعتنا حوالي كبشتين ثلاثه كده. عايز ايه؟ بالشكل ده كده عشان اطعم اللوبيا بتاعتنا. خلي القوام بتاع الصلصه متوسط عشان لسه هننزل اللوبيا فهتبدا ان هي تنشي معانا. بصوا كده كده تمام وزي الفل. طبعا هو كله عندي متسبك فانا هبدا انزل باللوبيا على طول وتاخد الغلوه كلها على بعضها. بسم الله، ريحتها يا جماعه والله العظيم تجنن بالشكل ده كده. عاملينها قرديحي، عاملينها على شوربة المواسير، هتطلع معانا في منتهى الجمال. بصوا القوام بتاعها، انا كده مش عايزه ولا تتقل ولا تخف ولا الكلام ده كله. هسيبها تغلي غلوتين ثلاثه كده وتتطعم كلها من بعضها واقفل عليها. يبقى احنا كده خلصنا الرز وخلصنا اللوبيا في وقت بسيط جدا، وقت بسيط جدا. حد هيقول لي دلوقتي شيء طبيعي ان انت تخلصي ده كله في وقت بسيط، ما انت داخلك الشعريه متحمره وداخلك اللوبيا مسلوقه والكلام ده كله. على فكره انا حتى لو كنت حمرت، انا عشان وقت الحلقه انا مرتبطه بوقت، عشان نسهل على نفسنا الدنيا شويه، عشان نسهل الدنيا على نفسنا شويه ممكن الحاجات دي تعملوها من قبلها. يعني ايه اعملها من قبلها؟ يعني مثلا انا قاعده النهارده فاضيه، عندي اكل من امبارح، هشتري اكل جاهز من بره، معزومه بره او الكلام ده كله، او مش هعمل اكل ايا كان، مش تعملي حاجه في المطبخ. طلعي كيس شعريه وكيس لسان عصفور، حطي ده في صاج وده في صاج وحطيهم في الفرن، هيتحمروا معاكي على طول. وكل شويه اديهم تقليبه كده اهوت، اتحمروا من غير اي مواد دهنيه ولا اي حاجه، سيبتيهم يبردوا بعد كده شلتيهم في برطمانات عندك في المطبخ. هوب عايزه تيجي مثلا مستعجله، جات لك ضيوف مش هتقعدي تحمري ولا الكلام ده كله، خدتي الشعريه ولا اللسان عصفور، بدات ان انت تحطي على النار، هوب حطيتي الرز، حطيتي عقد الميه، الرز خلص. طيب انا هعمل مثلا بكره، هاجي من بره مثلا متاخره ويا دوب ان انا اجي اعمل الغدا، اعمل ايه؟ وهتعملي مثلا لوبيا او فاصوليا، اديهم نص سلقه،
نص سلقه مش ثلاث ارباع، اديهم نص سلقه من قبلها بيوم وصفيها واديها شطفه الميه وروحي ماسكاها حطها في مصفى تتصفى خالص وحطيها في علبه واقفليها وشيليها في الثلاجه. هتيجي تاني يوم تطلعي كيس الصلصه على حبه البصل اللي انت عاملاهم، هوب ده على ده، خدتي اللي انت سلقاه في الثلاجه، الموضوع خلص. فاللي انا بعمله في الوقت بتاع الحلقه ده ممكن حضرتك تعمليه بحبه حاجات بسيطه كده تعمليها قبلها بيوم او على مدار الاسبوع، هتسهل عليكي كتير. صباح الفل يا استاذه رنده. صباح الفل يا استاذه رنده. ازيك يا حبيبتي؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ بموت فيكي. يسعد لي قلبك يا رب، تسلميني. وايه اللبس اللي يجنن ده؟ ايه رايك؟ لبس العيد بقى. لبس العيد بقى. كل حاجه تلبسيها زي الفل. يا حبيبتي ده جمال عينيكي والله العظيم، تسلمي لي، ما نحرمش منك ابدا. طلبينك طلبين يا حبيبتي. عيوني الاثنين و10 طلبات مش اثنين بس، قولي. بس تدعي لمامتي، انا مامتي الفنانه عايده الشاعر. ما شاء الله عليها. اه مرحومه بقى، وعايزاكي تدعي لها بالرحمه. عايدة شهر توفت امتى؟ الو انا مع حضرتك. اه بقول لك مامتي عايدة الشهر وعايزاكي تدعي لها بالرحمه. ربنا يا رب. ربنا يا رب يرحمها ويجعل ان شاء الله باذن الله مسواها الجنه ويسكنها فسيح جناته يا رب، اللهم امين. الله يخليك يا حبيبتي. الله يسعد لي قلبك. وعايزه طريقه القرص الطريه. عيوني الاثنين. طب القرص الطريه ممكن نعملها بكره مع بعض؟ وماله حبيبتي، ربنا يخليكي. حبيبتي، حبيبتي يسعد لي قلبك، يعني اعملها وتبقي شايفاني وانا بعملها قدامك على طول. قفلت؟ نورتيني يا استاذه رنده، انا والله العظيم يعني معلش حقكم عليا. راجعه من اجازه مش مركزه. طيب عملنا اللوبيا وعملنا الرز وسلقنا الماسوره بتاعتنا. طيب زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الحله بتاعتنا، الله اكبر اللهم بارك، تاخد فرختين كبار او بطايتين. اكبر حله فيك يا مصر. طيب انا كانونه او كاي ست في الدنيا بتتفرج عليا دلوقتي، ايه اللي يهمك في طقم الحلل اللي احنا بنجيبه؟ طيب زي ما انتم شايفين كده، بصوا شايفين الايدين بتاعه الحلل، الحله على النار وانا ماسكه الايدين اهي، شايفين دي على النار انا ماسكه ايدين الحله، ده رز انا عامله رز. الرز ده ايه؟ اكتر حاجه في الدنيا بتتهدر، اكتر حاجه في الدنيا بتتهدر، يعني ممكن تبقي عامله كيلو رز هوب تيجي تغرفي ما يطلع لكيش ايه طبقين ثلاثه، ده انا عامله كيلو رز، ما هو راح فين؟ راح في الحله، لزق في الحله. لكن انا بدور على حله اعمل كده، بصي يا حمدي بصي كده، لما اعمل كده يتحرك معايا. بص ده معناه ايه؟ ده معناه ان مفيش اي حاجه لازقه في الحله، ان مفيش معايا رزايه هتتهدر، مفيش رزايه هتتهدر، الكيلو اللي انا عاملاه وحاطه عليه كيس شعريه هيطلع لي زي ما هو. طيب ايه تاني اللي بيبقى انا كست بيت بدور عليه في الحله؟ طقم يبقى كبير استفيد بيه، ان هو يعيش معايا على طول ويبقى عليه ضمان، وتبقى النتيجه بتاعته في تسويه الاكل سريعه ويديني نتيجه مضمونه. كل دوت صعب جدا ان هو يتجمع في اي طقم حلل، لكن مش صعب علينا بفضل ربنا. عشان كده انا النهارده جايبه لكم تاني، وما صدقت ان انا ارجع بيه العيد، يعني بنرجع بنغيب غيبتنا وبنرجع بهيبتنا. ما كانش ينفع ان انا ارجع بطقم غير الطقم ال 23. الطقم ال 23 قطعه ده مش محتاجه اي طقم تاني معايا. مش محتاجة أي طقم تاني معاه، 23 قطعة. ما شاء الله، حلة كبيرة، حلة كبيرة تاخد بطايتين أو فرختين كبار. وأدي حلة تانية، وأدي حلة تالتة، عملت بط أو عملت فراخ أو عملت مواسير أو أيًا كان اللي سلقته، إن شاء الله حتى عملت حلة محشي كبيرة، وأدي الرز، وأدي اللوبيا، عندك حلة هناخدها كمان للملوخية، ممكن تعملي حلة للسان عصفور، عندك الجريل، وعندك الطاسة، وعندك قالب للمولتن كيك. عندك صينيه بغطا، وعندك صينيه من غير غطا، وعندك قالب مربع، عندك وك غويط للاليه بتاعت البطاطس، عندك انا ممكن اروح هنا يا حمدي، عندك وك غويط للاليه والصفايه بتاعته، يعني ممكن ان انت تروحي حاطه فيه الزيت وتحطي الصفايه كده وتحطي البطاطس، ومجرد ما تبدا ان هي تتحمر تروحي شايلاها مره واحده، مش محتاجه ان انت تطلعي حاجه تانية معاكي. فالطقم بتاع النهارده 23 ما شاء الله اللهم بارك عليه، معاه كمان جريل عشان تشوي فيه، قلت لكم طاسه، عندكم كمان صينيه بيتزا كازارولا، صينيه
حله صغننه للملوخيه، ماسك سيليكون علشان الصواني، كل ده اتجمع في حل في طقم واحد، وكل ده اتجمع في صفحه واحده، وهي صفحتنا اللي ما اقدرش استغنى عنها، وهي صفحه سوق المطبخ. نوصل لها ازاي او اوصل للطقم ال 23 ده اللي بيتخطف على طول؟ هو نازل بلونين، الاسود والرمادي، وتقدري تتواصلي معاه الارقام اللي على الشاشه. ثلاث ارقام لثلاث شبكات بسعر الديال العادي. كل مطلوب منك يا ست الكل هترفعي سماعه الموبايل، ايوه صفحه سوق المطبخ، من فضلك انا عايزه الطقم ال 23 اللي نونا اعلنت عنه النهارده. مش تعملي اكتر من كده، هيتاخدي منه هيدوكي هيطلبوا منك رقم التليفون، وهيطلبوا منك العنوان، وهيوصلك لحد باب البيت. طيب صفحه سوق المطبخ عليها الطقم ده بس. طب انا نونا مثلا انا مش عروسه، انا بجدد اطقم الحلل بتاعتي اللي جبتها ماركات اي كلام وباظت مني، اتجرحت، اعمل ايه؟ او لو انا عايزه طقم اصغر اوصل ازاي وهلاقي حاجات اصغر؟ هتلاقي كل حاجه. تعالوا كده نبص على صفحه سوق المطبخ، ايه اللي موجود عليها وايه اللي انا ممكن ادور عليه وما الاقيهوش بره وهلاقيه عندهم جوه. نفتح الكيو ار كده، ندخل على اللينك بتاع الصفحه، هندخل على طول على صفحه سوق المطبخ. بسم الله، في ايه؟ ادي صفحه سوق المطبخ اهي، ادي صفحه سوق المطبخ اهي. بعمل الكيو ار ده علشان تدخلوا على الصفحه الاساسيه والاصليه اللي انا بتكلم عنها. نعمل كده، وادي الطقم الله هو اكبر، طقم جرانيت 23 قطعه، 23 قطعه. ايه مميزاته بقى بعيدا عن ان انا قلته عن الرز وعن الخضار وان هو فيه اكبر حله فيك يا مصر والكلام ده كله؟ تعالوا نشوف هما بيقولوا ايه. العرض ده مفاجأة الشيف نونا ليكم، وبسعر لا يعوض بمناسبة العيد، وده حقيقي هو نازل بسعر الله هو أكبر عليه، واللي هيلحقه هو الكسبان. طيب مميزات الطقم ده، طقم 23 قطعة جرانيت إيطالي أصلي تقفيل مصري، طقم مش هتلاقوه عند أي حد غيرنا، طقم هيسهل عليكي يومك وتعملي فيه أحلى الأكلات وتبهري حبايبك، ومش تحتاجي تشتري أي حاجة أو أي طقم تاني معاه، لأنه شامل وكامل، ومش هتحتاجي تحطي معاه أي حاجة تانية لأنه فيه كل المقاسات لحد مقاس 32 اللي هتشيل لك العزومات كلها. طيب المميزات بقى بتاعت الطقم غير اللي أنا قلته اللي هو الطبيعي بتاع أي ست بتبقى عايزاه في الطقم بتاعها. الطقم عليه ضمان 3 سنين كاملين ضد عيوب الصناعة، ومعاه كمان يد الحلل ستانلس 18 على 10 عزلة للحرارة، قاع الحلة 5 مللي عشان يوزع الحرارة كويس جدا. اللي انا بقى عايزه اقوله لكم ومزعلني وممكن يزعلكم انتوا كمان، ان الطقم اللي نازل دوت العدد بتاعه محدود، العدد بتاعه محدود، لان هو اصلا نزل قبل العيد واتخطف، لان ناس كتير اصلا كانت عايزه تحجزه وكان خلصان، فمجرد ما نزله كانت الناس اللي حاجزاه ليها اولويه الاستلام، فمعنى ان انا ارجع بيه تاني بعدد معين فانتوا الكسبانين، اللي هيلحق الطقم ال 23 النهارده هو الكسبان. طيب نطلع فاصل. نعم ما سمعتكيش والله. صباح الفل يا مدام سحر، ازيك يا شيف نونا؟ ازاي حضرتك؟ طيبه وحضرتك بصحه وسعاده يا رب، تسلمين يا رب، تسلم ايدك كده ويديك الصحه ان شاء الله. سلم عمرك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. الله يخليكي. كنت عايزه طريقه المكرونه البشاميل. عيني، وكنت عايزاكي ضروري بعد الهوا تكلميني. سيبي رقمك مع رغده وعيوني الاثنين حاضر، والمكرونه البشاميل هقول لحضرتك عليها حالا. نورتيني يا مدام سحر. طيب المكرونه البشاميل قبل ما نطلع الفاصل يا حمدي، اهم حاجه في المكرونه هو البشاميل وتعصيجه اللحمه. سلق المكرونه معروف بيتسلق قد ايه؟ 3 ارباع سلقه، وفي ناس بتسلقه نص سلقه علشان ياخد التسويه بتاعته في الفرن، بس انا بصراحه بسلقه 3 ارباع سلقه. مجرد ما بصفي المكرونه ما بحطهاش تحت الميه كتير، لا يا دوب يعني اهدي السخونيه بتاعتها كده، ونقطه زيت واحده، نقطه زيت مش معلقتين ولا الكلام، نقطه واحده يفرط لي بس المكرونه كده من بعضها، واركنها على جنب. اجي دلوقتي للبشاميل على حسب اختيار حضرتك واللي انت عايزاه. في 3 انواع للبشاميل اللي بنعمله، في البشاميل على السخن، وفي البشاميل على البارد، وفي البشاميل النشا. التلاتة احلى من بعض، بس انا بالنسبه لي بعمل كل نوع بشاميل لوصفه محدده، لكن المكرونه البشاميل لو هتعمليها زي امهاتنا وعايزاه كده يطلع معاكي جوسي، خليكي في البشاميل النشا، بيطلع البشاميل فاتح زي بتاع المحلات بالظبط. بشاميل النشا ده عباره عن ايه؟ ما بيبقاش فيه اي مواد دهنيه ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه من ده كله خالص. بجيب شفشه احط فيه الحليب ساقع سخن زي ما انت عايزه، بس ما يبقاش سخن قوي علشان النشا بتاعتنا ما تكلكعش. باخد مقدار
النشا ببدا ان انا ادوبه في الحليب، حله سخنه على النار ببدا انزل ببدا ان انا اشكله، بيبقى عامل زي المهلبيه، اتبله ملح وفلفل اسود، عايزه تحط له مكعب مرقه زي ما حضرتك عايزه، عايزه تحط له شويه جبن مع البشاميل نفسه ما عنديش اي مشكله، ده بشاميل النشا. طيب لو البشاميل الدقيق وانا مش حابه بشاميل النشا يا نونا وعايزه البشاميل بتاعنا الطبيعي، في برده بيتعمل على السخن وبيتعمل على الباد. ايه اللي هو اللي على السخن؟ ان حضرتك بتحطي مواد دهنيه وبتحمري فيها الدقيق، بس اهم حاجه اهم تكايف البشاميل السخن ان حضرتك تحطي المواد الدهنيه ضعف الدقيق. ليه؟ ناس كتير يا نونا قالت ان الدقيق هو هو قد المواد الدهنيه، يعني لو حطيت 4 معالق دقيق حط 4 معالق زبده او 4 معالق سمنه او 4 معالق زيت على حسب ما انا عايزه. لا ده مش صح، مع احترامي لكل الناس بس ده مش صح. ليه؟ لو انا حطيت 4 معالق دقيق و4 معالق مواد دهنيه قدامهم، الدقيق هيشرب المواد الدهنيه ويكلكع يكتل، لكن انا بحط ضعف، يعني ممكن مش الضعف قوي، ممكن تحطي مثلا 4 دقيق حطي 6 زبده، حطي 4 زبده و2 زيت علشان لما الدقيق ينزل يتحمر ياخد براحه في التحميل. تيجي لما تحطي عليه الحليب سخن ساقع متلج جايباه ان شاء الله حتى من الفريزر، ما يكتلش ما يشدش ما يشربش السوائل بتاعته ويبدا يكتل معاكي. فلما تيجي تنزلي والدقيق واخد براحه ومتحمر كويس تبداي تقلبي هيطلع معاكي كريمي. طيب انا لما بكون عندي جبن بروح حاطه البشاميل اللي بحمره بالشكل ده كده وبروح منزله الجبن جوه البشاميل نفسها، البشاميل ما بيتحطلوش بيض ولا جوه البشاميل ولا على الوش من فوق خالص. ليه؟ امهاتنا كانوا بيحطوا على الوش بشاميل، على وش البشاميل بيض وجوه البشاميل بيض، ده مش صح، ده مش صح. ليه بقى مش صح؟ ما هو كل حاجه وليها سبب. اولا البشاميل بيبقى من جوه البيض بيبقى جوه البشاميل، لما بتيجي المكرونه تستوي وتيجي تبرد معاكي بتلاقي صفار البيض ماشي من جوه كده، صفار البيض والبياض بتاعه ماشي من جوه ما بيبقاش ملموم كله في البشاميل، دي حاجه. تاني حاجه لو حطيتيه على الوش وسبتي مثلا نص المصاريه المكرونه عشان تاكليها بالليل او تاني يوم، الطبقه اللي على الوش دي تحس ان ريحتها مغيره، تحس ان هي بقت ناشفه، تحس ان هي بقت شايله او متشاله من على البشاميل نفسه. فحته ان انا احط بيض على الوش او احط بيض جوه البشاميل ده مش صح خالص. ببدا ان انا عايزه احط جبن بحطها جوه البشاميل وبحط البشاميل او الصينيه كلها على بعضها في الفرن وارجع بعد كده وهي اخر 5 دقائق احط لها جبن. ونصيحه مني ما تحطيش جبن على المكرونه من فوق. ليه؟ ما كل حاجه وليها سبب. لو حطينا الجبن على الوش من فوق لو جيت سخنت المكرونه بعد كده وبعدها بشويه مش هتسيح، الجبن ادام ساحت ونشفت ورجعت قدمتيها، لو حطيتيها وسخنتيها هتسخن لكن مش هترجع تسيح تاني. فعلشان كده ما نحطش جبن على الوش عشان برده ما تنشفش وتبقى عامله زي طبق عزل. سلقنا المكرونه، عملنا البشاميل بالطريقه اللي حضرتك عايزاها، نيجي بقى للتعصيجه. التعصيجه دي زي ما حضرتك عايزه، في ناس بتعصج اللحمه وبتحط لها صلصه، في ناس بتحط لها طماطم مكعبات، في ناس بتعصجها اللي هي على اصلها وبتحط لها فلفل الوان، اللي يعجبك. بتحبيها بصل ولحمه بس ماشي، بتحبيها بصل وعايزه تكتري الكميه تحط لها فلفلتين 3 الوان كده علشان يدوكي كميه كبيره زي ما انت عايزه، عايزه تحط لها معلقتين صلصه طماطم برده زي ما انت عايزه، دي ترجع لحضرتك. ارجع بعد كده اطبق المكرونه، بشاميل جاهز، مكرونه مسلوقه جاهزه، لحمه متعصجه، عندي الصاج بتاعي، الفرن شغال عندي على درجه حراره 200 علشان يبقى سخن معايا، اول ما احط الصينيه تقوم على طول. فانا عندي كل حاجه مستويه، مش محتاج غير ان انا اخد الوش وبس. مسكت حبه بشاميل قلبت معاهم المكرونه، مسكت الصينيه بتاعتي حطيت حبه بشاميل فيها، رجعت حطيت طبقه المكرونه، طبقه اللحمه، طبقه المكرونه، وبعد كده لو عايزه احط جبن زياده بحطها قبل طبقه البشاميل الاخيره، واروح نازله بطبقه البشاميل هوب في الفرن، خدت الوش الحلو بتاعها اطلعها، عايزاها تبقى جوسي وسايبه من بعضها بتقدميها وهي سخنه، عايزه القطعه تبقى ماسكه بعضها وتقطعيها بحتتها كده بتسيبيها لما تبرد خالص وتبداي تقطعيها، وصحتين وعافيه على قلبك يا مدام سحر واي حد كان عايز وصفه المكرونه البشاميل. يلا بينا نطلع فاصل. اللوبيا بتاعتنا كده تمام، يا دوب بس علقه كيله مش محتاجه اي حاجه ثانيه، هنغطي كده عليها. الرز بتاعنا استوى، نرجع بقى من الفاصل نعمل ايه؟ حبه ملوخيه بالطشه وحبه بتنجان مخلل بتتبيله يا روحي عليه، اوعى تروحوا في اي حته، مستنياكم بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل وعملنا ايه؟ غرفنا اللوبيا بتاعتنا والرز ما شاء الله اللهم بارك. ناقص ايه بقى عشان الاكله دي تكمل؟ هنعمل حبه ملوخيه كده خضره بالطشه وبتنجان مخلل، وايه الحمد لله على كده وربنا يبارك فينا رزقنا زي ما انتم شايفين كده.
عينيا الاثنين كده ماشي. زي ما انتم شايفين كده دول حبه ملوخيه خضراء قرطفناها وغسلناها كويس. واهم من الغسيل بغسلها ازاي، انا بغسل وبصفي. صباح الخير. بغسل وبصفي الملوخيه كويس قوي. انا ليا طريقه غسيل في الملوخيه، انا ممكن اقعد نص ساعه اغسل في الملوخيه كامله. ليه؟ لاني بملى في طبق كبير وابدا اعوم كده الميه، وابدا ان انا اضغط عليها كده وانزلها واطلعها لحد ما تنزل الترابه، وارجع اشيلها وادلق الميه، وارجع عامله ميه نظيفه، وارجع احطها فيها تاني، وارجع ان انا انزلها كده واعومها عشان اي ترابيه طالعه مستخبيه تاني مني تطلع. ما باخدش الملوخيه وابدا ان انا اشتغل فيها وانقلها لمرحله تانيه بعد مرحله الغسيل الا لما بلاقي الميه دي بيضه بيضه اكنها نازله من الحنفيه كده، بتاكد ان هي ما فيهاش اي ترابيه، ارجع بعد كده للمرحله الثانيه وهي ان انا احطها في مصفى تتصفى. طيب هل انا تصفيه الملوخيه بتعتمد عندي على المصفى وخلاص؟ لا طبعا ما فيش الكلام ده. امال بعمل ايه؟ انا بعد ما بنزلها في المصفى برجع بعد كده اخدها واحطها في كيس خدوديه. كيس خدوديه؟ ايه كيس خدوديه؟ امهاتنا كانت بتعمل كده، ما شفتيش امك زمان وهي ماسكه كيس الخدوديه ماسكه فيه الملوخيه ومنزلاه ولما الجوانب بتاعتها وبرماها كده وحطاها في التلاجة او ركناها على جنب شويه؟ اكيد امهاتنا كلها بتعمل كده. فبتبدا ان هي تلم او تشفط او تنشف بقيه الميه اللي موجوده فيها عشان لما اجي بعد كده احطها واخرطها تطلع لي كويسه. ناس تحطها على صينيه كبيره كده وتحطها تحت المروحه، ده غلط. ليه؟ بتسود الملوخيه، الهواء الكتير اللي بيبقى على الملوخيه ده بيسود الملوخيه، الاقي الاطراف بتاعتها بدات تسود، بدات تنشف، بدات تغمق، ده مش حلو. فاحسن حاجه عشان احتفظ بلون الملوخيه حتى بعد ما اعملها لاخر حبه فيها او اخر لقمه فيها، لازم حته ان انا احطها في كيس مخدديه او فوطه مطبخ نظيفه علشان تتلم معايا. ارجع بعد كده اروح فتحيها على الصينيه بتاعتي كده بالمخرطه، وارجع اروح حاطه معاها ايه؟ احط معاها قرن فلفل حامي اخضر بقى احمر اللي ربنا يجود بيه، وابدا ان انا اخرطها لحد ما توصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. عايزه تعمليها في الكبه وانت بتحبيها في الكبه ماشي، ما عنديش اي مشكله، بس انا ما بقتنعش بالملوخيه ادام جايباها خضراء وفريش، لازم المخرطه بتاعتنا دي. نصبح على مين يا رغد؟ ونصبح على ام مجد ونقول لها صباح الهنا. صباح الخير يا شيخ منى. صباح العسل يا ست الكل، عامله ايه؟ انا من اسكندريه. صباح القشطه. احلى ناس واحلى جمهور واحلى متابعين. امنيه لحفيداتي. قولي لي كل اللي انت عايزاه، هم اكيد سامعينك. قوليلي. الله يبارك لك حبيبتي. بهني احمد محمود احمد عامر بالنجاح. ما شاء الله، الف مليون مبروك. بهني كريم ابراهيم عبد الفتاح بالنجاح للسنه، رايح سنه ثالثه هندسه. ما شاء الله، اللهم بارك، الله يحفظه يا رب. الله يبارك لك. وهني ايمان احمد عامر واسماء احمد عامر. ما شاء الله ما شاء الله. وبارك لبنتك ربنا ينجحها في الثانوية العامة يا رب. يا رب اللهم امين. يا رب اللهم امين. ودعواتك لمحمد ابراهيم حبيبت. ينجحه السنة دي في الثانوية العامة. ان شاء الله باذن الله. محمد ابراهيم عبد الفتاح. ربنا يفرح قلوبنا بيهم يا رب. انا بطبع عليك وبنحبك قوي قوي حبيبتي. الله يسعد لي قلبك يا رب، يبارك لك فيهم ويا رب ينجح ولادنا ويبارك في عمرهم يا رب ان شاء الله باذن الله، ويرضينا ويرضينا بيهم ان شاء الله. خرطنا الملوخيه تمام وزي الفل. طيب نيجي بقى دلوقتي لايه؟ نيجي دلوقتي لايه؟ عندنا حل على النار وهنبدا نحط فيها الشوربه. عينيكي خداعه، يعني ايه عينيكي خداعه؟ يعني ممكن تخدعك، يعني ممكن تبقي حاطه حبه شوربه تمام وشايفه ان الشوربه ديت هي على قد الملوخيه هتطلع مظبوطه وزي الفل. تيجي لما تعمليها تلاقيها خفيفه، يا نهار ابيض، طب ما هي خفيفه، هرجع اجيب ملوخيه منين دلوقتي؟ فده عشان كده بقول عينيكي خدعه. هعمل ايه؟ انا هاخد الشوربه بتاعتنا، بسم الله. خلي دايما الشوربه معيارها اقل من الملوخيه اللي حضرتك شايفاها. لما تكون قليله الشوربه واجي بعد كده ازودها شوربه عشان اظبط القوام بتاع الملوخيه، احسن ما اكون حاطه شوربه كتير والملوخيه تطلع صيصه وتطلع خفيفه وارجع اقول اجيب ملوخيه منين. فالشوربه دي انا شايفه ان هي قليله برضو على الملوخيه قوي. هعمل كده، والله لو احتجت هكمل، يعني انا لو احتجت شوربه زياده هكمل، لكن انا كده شايفه ان المقدار ده هيطلع معايا مظبوط. هي بتغلي كده، هعمل كده بسم الله، دلع طبعا. طيب تمام،
بحط ايه اصلا في الشوربه؟ خلوا بالكم انا بحط ايه في الشوربه. بحط معلقه ثوم. الفلفل الحامي فين؟ ممكن ناخد من ده. بحط معلقه من الفلفل الحامي. بحط حتى لو انا حاطه شوربه مرقه، شوربه فراخ، شوربه ماسوره، بحط لورا باودر، حبهان باودر، كل ده في الشوربه بتاعتنا. بحط ايه كمان في الشوربه عشان اعلي التيست بتاعها؟ بحط مكعب مرقه، لكن لو الحقيقه عندك مظبوط ما عنديش اي مشكله. كل دوت يغلي كده واطلع الروائح الحلوه منه. طيب ارجع بعد كده انزل بالملوخيه بتاعتنا. بصوا بعمل ايه؟ عايز تعمليها بمضرب سلكي ماشي، لكن انا ممكن افكها بشوكه ما فيهاش اي مشكله. بالشكل ده كده. في بقى هنا حاجه مهمه عايزه اقول لكم عليها. شايفين الرغاوي اللي على وش الملوخيه ده؟ شايفين الرغاوي دي؟ دي بسبب ايه؟ بسبب ان الملوخيه ما اتنشفتش كويس. بسبب ان الملوخيه كان فيها ميه زياده عن المعتاد بتاعها. فهنبدا ان احنا لا خالص يا حمدي فهنبدا ان احنا نخليها تغلي كده غلوتين بالكتير، وهبدا اشيل الرغاوي اللي على الوش دي بالمعلقه. القوام بتاعها كده حلو قوي بالنسبه لي، وهنشوف مع بعض لما تستوي. انا هديها غلوتين بس كده علشان تستوي معانا. على ما تستوي معانا انا مش هعمل الطشه بتاعتها دلوقتي، هسيبها كده تاخد الغلوتين واللي على الوش ده كله، الريم ده كله. هجيب طبق كده دلوقتي يا حمدي علشان ابدا ان انا اعمل كده. بص كده يا حمدي كده. الرغاوي دي من ايه يا نونا؟ دي عشان الملوخيه ما تنشفتش كويس. سامعني يا احمد يا فرج؟ الرغاوي دي عشان الملوخيه كان فيها ميه. بصوا بقى لما بنشيل بقى الرغاوي اللي على الوش تبدا بقى الملوخيه ايه؟ تظهر قدامنا. نصبح على مين يا رغده؟ ماشي تمام. الملوخيه بدات هي تغلي معانا وتمام وزي الوش زي الفل. القوام بتاعها كده مظبوط، معنى كده ان كميه الشوربه اللي انا حطيتها تمام جدا. هسيبها بقى تغلي كده، وتعالوا نعمل ايه دلوقتي؟ نخلي حبه بتنجان. اهم حاجه في تخليل البتنجان الدقه. هحط الدقه كلها على بعضها يا حمدي، وعايزه اوريكم السفره بتاعتنا شكلها عامل ازاي. شايفين الشكل الجمال بتاعنا ده؟ ده الشكل الجمالي بتاعنا. ادي اللوبيا وطبق فيه عيش، وادي الرز اللي عملناه بالشعريه مفلفل وما شاء الله عليه جميل. طبق تاني سيرفيس كبير اهو حاطين فيه طماطم متبله، وهنعمل بتنجان دلوقتي وهنحطه في الطبق دلوقتي معانا. الملوخيه بتاعتنا على النار، وهنبدا ان احنا نعمل لها الطشه، ونعملها اهم من الشغل ظبط الشغل. ما ينفعش ان انا ابقى تعبانه التعب ده كله، واقفه في المطبخ التعب ده كله، واجي بعد كده الاقي شكل الترابيزه او شكل السفره بتاعتي ما يفتحش النفس. العين بتاكل قبل البق. عشان كده انا اخترت النهارده ان انا اقدم السفرة بتاعتنا في طقم دملة من صفحة سوق المطبخ. من صفحة سوق المطبخ زي ما انتم شايفين كده. أنا بعشق فعليا الطقم ده، بعشقه فعليا. الطقم ده أنا بعشقه. في منه ألوان كتير، وهم أكتر من 20 لون موجودين معانا على الصفحة. تحس إن هو طقم صيني. استحالة إن انت تقولي إن ده طقم ميلامين. استحالة. أتحدى أي حد يشوفه ويقول إن ده طقم ميلامين. كل اللي يشوفه يقول لك لا لا لا، إيه الطقم الصيني الحلو ده؟ إيه الطقم الجميل ده؟ وهو أصلاً طقم ميلامين. بصوا شكله ما يدلش أبداً إن هو طقم صيني. عشان كده بقول أنا بعشق الطقم ده. ألوان منه كتير، في منه الزيتي دوت، وفي منه البني، وفي منه ألوان كتير جداً حضرتك عايزاها. في منه مدلات كتير، في ده المدور، في المربع برضو لونه تحفة كده، ابيض في ذهبي. تحسوا ان هي يا جماعه والله اطقم صيني، مش اطقم ميلامين خالص. هنلاقيها برضو على صفحه سوق المطبخ. تعالوا كده نفتح صفحه سوق المطبخ
ونشوف ايه اللي موجود فيها، وبعد كده نتبل البتنجان اللي هيجمع لنا كل الحلو بتاعنا ده. يلا كده ادي صفحه سوق المطبخ اهي، ثلاث ارقام للثلاث شبكات عشان تطلبوا اللي انتوا عايزينه. صفحه سوق المطبخ قدامنا اهي، ادي صفحه سوق المطبخ. نعمل كده، ده الطقم ال 23 اللي احنا لسه متكلمين عنه وعاملين فيه اكلنا كله، وادي الطقم الميلامين اهو. الله اكبر، اللهم بارك. ده البني، ده البني انا مستخدمه النهارده الزيتي، في المربع وفي المدور منه. بصوا كده، ده الطقم ال 10 قطع المربع، شايفين في مربع وفي مدور نازل عليه طقم خشاف، شايفين ده طقم برده 10 قطع مربع مش عليه ولا اطقم ولا اي حاجه. في صفحه سوق المطبخ عليها حاجات حلوه جدا 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 ما شاء الله، اللهم بارك. كل اللي تتخيليه هتلاقيه على صفحه سوق المطبخ. طيب انا عايزه دلوقتي يا حمدي اوري الناس اللي احنا بنشتغل فيه ده، او ايه المميزات بتاعته، ايه اللي يخليني انقي طقم زي ده. بص يا ست، كل مميزات الطقم بتاعتنا طبعا الارقام موجوده معانا على الشاشه، و الكيو ار موجود معانا برضو علشان حضرتك تدخلي على الصفحه اللي احنا عايزينها. طيب الطقم بيقول ايه؟ بيقول المميزات بتاعته، هو طبعا طقم بيسد معاكي في العزومه، شكله حلو جدا، محدش يصدق خالص ان دوت ميلامين، لا اللي يشوفه يقول ان هو صيني اصلي. طيب 100% ميلامين، بسم الله، 100% ميلامين، وحته 100% ميلامين دي معنى كده ان هو ما بيتخربش، معنى كده ان هو ما بيتجرحش، معنى كده ان هو ممكن تحطيه في الميكرويف وغساله الاطباق وانت مطمنه. طيب امن جدا على صحتنا طبعا، ما فيهوش اي مواد ضاره وكده خالص بالصحه، فبتاكلي وانت مطمنه، ما تقوليش ايه لا ده ميلامين اكيد هيبقى مضر بصحتي وبصحه ولادي، ما فيش الكلام ده. عليه ماده بتحميه من الخربشه، يعني تيجي تصبنيه، تيجي تغسليه، تحطيه في غساله الاطباق، يقع منك ولا الكلام ده كله، ولادك وهم بياكلوا مطرح المعالق والكلام ده كله ما تخافيش، حته ان هو يتخربش دي مش موجوده عندنا. الطقم مقاوم للكسر، يعني ممكن ترميه في الارض، وقع من حد من عيالك استحاله ان هو يتكسر. تستخدميه في الميكرويف وغساله الاطباق، طبعا دي انا قلتها. الكميه اللي موجوده منه من بعد العيد دلوقتي بقت كميه محدوده. ليه كميه محدوده؟ عشان ما شاء الله من قبل العيد في عرايس كتير داخله في العيد معانا بتجهز. انا قسما بالله، قسما بالله، انا جات لي رساله ان في ام عروسه خلصت جهاز بنتها وجهاز بنتها طلع، طلع عارفين يعني ايه طلع؟ يعني خلاص راح بيتها علشان يتفرش، مجرد ما شافت الطقم راحت طالباه. طب انا خلصنا وفرشنا وخلاص، قالت لها انا مش هجيبه، يعني هجيبه، وجابت الزيتي زي ما هو شايفينه كده. مامتها فعلا تقول لي انا ما كنتش متخيله ان هو هيطلع بالشكل وبالخامه دي، يعني ربنا يعني يجعله من نصيبي الدعاوي اللي انا خدتها بسبب الطقم بتاع الميلامين ده. فانت كمان لو بتجددي، انت كمان لو عروسه ولسه بتجهزي حاجتك، انت كمان لو لسه محتاره تجيبي ايه في الجهاز، فصفحه سوق المطبخ هتخلص لك من الحيره دي خالص. انسي الحيره دي كلها مع صفحه سوق المطبخ، كل اللي انت عايزاه في صفحه سوق المطبخ هتلاقيه ان شاء الله. اه الشكل المربع كمان هتلاقيه موجود على الصفحه، نازل ابيض في ذهبي، حاجه كده والله العظيم ما تصدقيش ان دي اصلا ميلامين من كتر جمالها وشياكتها وشكل الخامه بتاعتها، ما تصدقيش ان ده ميلامين. طيب اه هيني، يلا يا حمدي، يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. انت شايف ريحه البتنجان اصلا تفتح النفس، ريحه البتنجان تفتح النفس. مقاديرنا بتقول ايه بقى؟ بصوا بقى، موضوع البتنجان ده سواء عروس اسود عايزاه ابيض، عايزاه حتى بتنجانتين رومي عندك كده تقليهم وتقطعيهم حلقات وتقليهم، كل دوت بينفع معانا، ما فيش حاجه بتقول لا. التتبيله بقى دي اهم حاجه، ثوم مفروم، عندي فلفل حامي مفروم، عندي بقدونس، ودي تكايه حلوه قوي مع الجزر بتدينا نتيجه حلوه جدا للبتنجان. معايا جزر مبشور، معايا عصير ليمون وشويه من الخل، وكزبره ناشفه وكمون وملح، ما بنحطش طبعا فلفل اسود هيطلع لنا زي الفل. بص يا حمدي كده، يلا يا حمدي شوف شكل الطش عامل ازاي، يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. عظمة عظمة، شايف المنظر؟ يا نهار ابيض، رغيف ودن قطة بقى، انتوا فين؟ رغيف ودن قطة بقى وخلاص على كده. بص بص الجمال، بص الجمال والحلاوة. جيب السلطانية الحلوة بتاعتنا كده، ويلا يا حمدي، والله مش خساره فيكم جوانت. بسم الله، يلا يا حمدي، بسم الله. شكل الملوخيه الله اكبر،
شايفين؟ الله عليك يا بت نونو والله. وريحتها هايله، ريحتها هايله. بص الجمال، حاجه كده تفتح النفس. مع طبق البتنجان اللي هنكمل تخليله دلوقتي، ومش عايزين بقى غير ايه؟ لا استنى قبل ما نطلع فاصل، اديني ثانيه بس اقول لك على حاجه. نعمل كده، بص كده، نعمل كده ونعمل كده. شايف شايف دي كده؟ دي ايه؟ لا مش لقمه، دي ايه؟ ودن قطه. نعمل كده، ولما نلاقي الملوخيه مسكت في ودن القطه بالشكل ده كده، ولا خفيفه ولا صيصه ولا الكلام ده كله، يبقى نونا عامله ايه؟ عامله غزمه. ادي ملوخيتنا النهارده وادي وصفاتنا. نطلع فاصل اخلي بقيه البتنجان ونرجع نكمل حلقتنا، واتروح في اي حته ومستنيكم. عايز تشوف الحلقة مرة تانية؟ اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.